السلام عليكم، كنتمنى كلكم تكونوا بخير، وكنتمنى من اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. وشكرا ليكم على الدعم. اليوم عندنا قصه جديده. نبداو. ها واحد، السلام عليكم ابا احمد. احمد: اهلا بنتي مريم، لاباس عليك؟ قلت: لاباس، بارك الله فيك. قال ابا احمد: اش حب الخاطر؟ قلت: عافاك ابو احمد، اجمع لي الحساب اللي عندي. وهو يقول: واخا بنتي، شوفي، الا ما عندكش الفلوس خليهم حتى يوجدوا، ما تزيريش راسك. قلت له: لا لا ابو احمد، مرخوف الحمد لله، غير اجمع لي الحساب وان شاء الله في العشيه غنجي نخلصك. قال: واخا بنتي، هي الاولى. مشات مريم كملت طريقها لخدمتها. كانت كتخدم سرباية في ريستو، وهي بنت يتيمة الأب. مات باباها وهي عندها 16 سنة، الشي اللي خلى الأم ديالها تخرج تقلب على خدمة باش تلقى ما توكل ولادها، حيت الأب د مريم ما كانش خدام شي خدمة زوينة. وأم مريم كانت خياطة كتخيط في معمل، وكتخيط في الدار حتى لصحابات الحومة اللي بغات جلابة ولا قميجة. هادشي كله باش تقدر تكبر ولدها هشام اللي مازال صغير، واختو اللي هي مريم. مريم اللي هزات الهم وهي صغيرة ملي دارت 18 سنة. هاديك الساعة كانت شدات الباك ديالها وغتدخل السونتر باش تكمل، وخا هي كانت كتمنى تكمل في الكلية، إلا أن الظروف المادية هي اللي خلاتها تختار السونتر. المهم، بدأت مريم في العام الأول ديالها في السونتر، وبما أنه كيتبقى لها بزاف ديال الوقت خاوي، قررت تقلب على خدمة اللي تقدر تعاون بها أمها، ونيت هي تلقى باش تكسب. وفعلا مريم ما خلات فين قلبات، رجليها طابو حتى هضر معها نبيل اللي هو صديق في الفيسبوك. قلت: كنقلب على خدمة. وهو يقول: مريم، ياك ما محتاجة الفلوس ضروري. قلت له: لا لا الحمد لله، غير أنا بغيت نعمر وقتي. وهو يقول: أوكي، وفاش بغا تخدمي؟ قلت: اللي كان، المهم عندي تكون خدمة شريفة ندخل منها الفلوس. وهو يقول: المهم، انا كنت شفت واحد الاعلان في واحد الريستو محترم وباغين بنت سربايه. قلت: بصح، واخا اعطيني العنوان الله يخليك. الصباح صباح مريم ناضت لبسات وهزات ساكها، شدات الطوبيس لعين المكان، وبقات كتسول وتقلب حتى لقات الريستو. لقات مريم واحد جوج بوديغارد واقفين، سولاتهم على المسؤول وجاوبها واحد بلي ما كاينش، ما كيجي حتى لجوج ونص. وهي تقول: خويا، واش ما كاينش اللي كينوب عليه؟ قال: اه كاين، ولكن ما غاديش يبغي يتلاقى بيك، راه مشغول، سيري حتى لجوج واعجي. واخا خويا، راني تراني بعيده، ما نقدرش نمشي ونجي، بزاف عليا، انا غدا نتسناه حتى يجي. ودازت جوج ونص والسيد باقي ما جاش. ومشات مريم عاوتاني عند هذاك البوديغارد وقالت له: راه فاتت جوج ونص، واش باقي ما جاش؟ يلا بغى يجاوبني، حتى وقفات سياره كحله. هبط منها واحد السيد الطويل وفورمته غزاله وشعره رطب وكحل، انا ضغط. وهو يقول: اشنو كاين هنا؟ اش واقع؟ وهو يقول له هذاك البوديغارد: اسيدي، هاد البنت من 7 ديال الصباح وهي كتسنى باغا تشوفكم. شاف فيا واحد الشوفه ناقصه وقال: وي، اشنو عندك؟ كاين شي ما نقدر؟ قلت: قالوا لي بلي درتو شي اعلان طالبين فيه سربايه. وهو يقول: اه، اجي دخلي بعدا. قلت في خاطري: يا حليلي، بعدا راه فيه شويه ديال الصواب. دخلت معاه ومشينا للمكتب ديالي. اجلس وطلب مني حتى انا نجلس، حيد نضادر من عينيه، ويا ريت ما حيدهم. انا تزعزعت، ضغط، هاد الزين كله، واو، بحال لبناني. وهو يقول:
قلتي لي باللي باغا تخدمي ياكي، وانا نقول اه ان شاء الله. قال عندك شي تجارب شي ديبلوم؟ قلت له تجارب لا ما عنديش، هادي غدا تكون اول تجربة ان شاء الله. دار وشاف فيا ودار ابتسامة بطرف فمه وحيدها في الحين. اها ايوا عندك شي ديبلوم ولا ناوي حتى هو تاخديه من عندنا؟ قلت له ديبلوم باقي ما خديتوش، انا دايره تقنيه متخصصه في الريزو وديجا عندي شهادات ديال الانفورماتيك. وهو يقول ايوا اشنو بينك وبين شي سربايه؟ قلت له محتاجه نخدم باش نقدر نكمل قرايتي. قال دابا انتي باغا تبقاي تقراي وتخدمي؟ قلت له اه ان شاء الله. وهو يقول وكيف غدا ديري ليها وانتي النهار كله وانتي خدامة من 8 حتى ل10 ديال الليل؟ قلت له ان شاء الله غدا نقدر نوفق بيناتهم، انا كنقرا 3 ايام في السيمانة من 8 حتى ل1، غيبقى ليا نص نهار الاخر وربع ايام، نقدر نزيد حتى سوايع. وهو يقول المهم غدا جيبي الوراق اللي مطلوبين واجي تخدمي، انا غادي نوصي عليك النائب ديالي سي سامير. قلت له اوكي ان شاء الله شكرا، واش يمكن ليا نمشي؟ وهو يقول اها تفضلي. مشيت قيدت الوثائق اللي طالبين في الاعلان ورجعت للدار. الصباح فقت ولبست وتقديت وهزيت ساكي ووراقيه وسلمت على ماما وخرجت شديت الطوبيس. وصلت للريستو ولقيت البوديغارد واقفين. قلت صباح الخير. قالوا صباح النور اختي، الخدامة راه كيدخلوا من الباب الخلفي. اه سمحوا لي يا راني نسيت، البارح نيت هو منهاش خرجت. واش كاين سي فؤاد النائب ديال سي المهدي؟ قال اه كاين، غادا تلقاه في المكتب في الطابق الثالث. قلت له شكرا. مشيت وطلعت كنقلب على السي فؤاد، لقيته في المكتب. قلت له السلام عليكم السي فؤاد، وبلا ما يرد عليا السلام قال سيري الكوزينة، غدا تلقاي الشاف أشرف، هو مع من غدا تخدمي. قلت له واخا السي فؤاد. وهو يقول خودي اللبسة من القاعة الملابس، السرباية عندنا خاصها تكون ديما زوينة، أهم حاجة هي المظهر، هذا ماشي مطعم عادي، هنا كيكونوا غير رجال الأعمال. قلت واخا سي فؤاد. وهو يقول المهم راسي المهدي شرح لي الوضع ديالك، دابا السوايع اللي غدا تبطليهم غتعوضيهم بالليل. قلت له واخا ماشي مشكل، ودابا سيري لخدمتك. وفعلا داكشي اللي درت، اهبطت كنقلب على قاعة تبديل الملابس، لقيتها ودخلت وتلاقيت واحد البنت مسؤولة على هديك القاعة. لقيتها مشدة ليا الباس، كل مرة كيلبسوهم لون. بعد ما لبست جمعت شعري شفنجال فوق. المهم كملت واتجهت لعند الشاف أشرف اللي كانت معاملته لطيفة، أبدا كيشرح ليا طريقة الخدمة وجاني داكشي ساهل، ودوزت النهار الأول مزيان في الخدمة. وجا النهار التاني واليوم حالة خاصة، المطعم مزير كاين شي عشاء عمل. وصلت ل11 وبدا المطعم كيعمر، انا كنجري من قنت لقنت ومن طابلة لطابلة. المهم بقيت على هاد الحال حتى ل4 وتسد المطعم وجاو ناس ديال الميناج نظفوا المكان. السربيات كلهم توصلوا بلباس جديد، الوانهم متناسقين مع الوان ديال جهاز المطعم. المطبخ كان عامر وقاع لي شاف خداني. وقفت حتى الشاف أشرف ودار عندي، قال مريم بغيتي تعلمي؟ قلت له هاد الشيء الشاف صعيب عليا، انا غير قلت نجي حداك حتى لحتاجيتيني في شي سخرة. وهو يقول ما صعيب والو، الا درتي فيه راسك راه الطبخ فن كباقي الفنون، تقدري تعتبريه موهبة، وإلا درتي فيه راسك غادي يولي يجيك ساهل. قلت له اه بالصح عندك الحق. المهم اشرف خدام وكيتحدث معايا،
وجاء السرباية مستغربين الأمر، كيفاش أشرف الصارم اللي إلا قرب شي واحد من مساحة السرفيس ديالو كينتو. شوية استأذنت من أشرف وتميت خارجة غدا لغرفة الملابس باش ناخد التليفون ديالي ونعيط على ماما ونقول ليها رانا غدا نتعطل. كملت المكالمة ورجعت للطابق السفلي حتى كنسمع الهضرة والضحك. شدني الفضول باش نعرف شكون، ومشيت تابعة الصوت اللي داني حتى المكتب ديال المهدي. وقفت حتى الباب وانا نسمع صوت المهدي كيضحك مع شي بنت وكيهضروا بالجهد. والدورة اللي غدا ندور لقيت فؤاد مورايا، صدمت وهو يقول اش كديري هنا. بديت كنقفقف وخرج المهدي شاد في هذيك البنت لابسه كسواس في الغوز قصيره ومعرفه مع طالون وطالق الشعر، في الصراحه زوينه. قال مالكم ياك ما كاين باس؟ قال له فؤاد كنت جاي عندك نهضروا في واحد الموضوع كيخص الخدمه، احتى لقيت هادي هنا. قال له المهدي خلي داك الموضوع حتى يفوت اليوم، وانتي اشنو جاية ديري هنا؟ خدمتك راه لتحت. هاديك البنت المقذبة كتضحك وكتحمضض. مرضيت ولكن حضرت راسي وقلت السي المهدي جيت غير باش نفكرك على قبل غدا، غدا نجي حتى العشية. ما خلانيش نكمل وقاطعني، صافي صافي راه ذاكرنا في هاد الموضوع، غير سيري لخدمتك دابا. حضرت راسي ومشيت هبط للطابق السفلي، ضربت طليل على المطعم لتكون ناقصة شي حاجة، ومن بعد مشيت الكوزينة. بقيت مع البنات مجمعين حتى وصلت السبعة. المطعم تحل وبدأوا كيدخلوا رجال ونساء الأعمال، داكشي غير الكلاس بحال ديال الأفلام. بقيت غير حاضيهم من بعيد. شوية جسي فؤاد وعطانا الإذن باش نخرجوا نشوفوا الطلبيات. خرجنا احنا ثلاثة ديال البنات، تاجهنا البوفيه اللي كانوا جالسين فيه عشرة ديال الأشخاص. المهم داز كل شي مزيان، ولكن ما بين هادوك عشرة الأشخاص كان واحد الشخص محيدش عينه عليا. أنا كنحاول ما نمشيش بعيد في تفكير، ولكن حتى البنات لاحظوها الشي اللي دخل لي الشك. المهم كملنا خدمتنا وهما بعد ما تعشاو تاجهوا لصالة الشاي باش يتذاكروا في خدمتهم، وحطينا لهم داكشي اللي طلبوا. داك الشخص عيط عليا انا، تجاهلته حيت كنت عاطيه بالظهر وطلبت من واحد البنت تمشي في بلاصتي. مشات وهو يقول ليها لا كلمي الاخرى. سمعته وحضرت راسي ومشيت عنده. قلت له اش حب الخاطر سيدي؟ وهو يقول انتي جديده ما عمرني شفتك هنا، سيري جيبي لي واحد كافي بلا سكر وتكون بيان كاسي. قلت واخا سيدي. بعد ما وجدت الكافي ديتها لي، حطيتها لي فوق الطابله، وقبل ما نهز ايدي لمس ايديا. انا خطفت ايدي بالزربه ومشيت وديري كنت الكوزينه. كنت مرتبكه وكنترعد من هذاك الموقف اللي تعرضت ليه، حتى وقفتني وحده من البنات مريم مالكي كتقفقفي ياك ما عيانه؟ قلت لا اختي ما عياناش، غير ما عجبونيش تصرفات ديال داك بنادم اللي برا. قالت شكون؟ واش سيهم حميد؟ قلت ما عرفتش سميته، المهم هذاك اللي لابس الموف. قالت هذاك راه هكذا حالو، فين ما كتزاد شي بنت جديده كيبقى يلعب ليها بعقلها ويطمعها بالزواج حتى كياخد داكشي اللي بغا وكيلوح. قلت ليها ولد الحرام من فعيلو، انا ماشي دمدومه حتى يضحك عليا، يقرب مني نشوهو. وهي تقول شوهيه وهانتي شوهتي، راه غيجري عليك من الخدمه ويلصق ليك شي مونتي. قلت يجري عليا مال المطعم تعباه، راسي المهدي هو المسؤول وهو مولشي. قالت البنت ورا المطعم ديال با وصيك المهدي راه هو خوه الكبير، راه لاباس عليهم وعندهم بزاف ديال الشركات ومطاعم، عندك حساب ليك باللي انتي غادا تغلبيه. شوفي سي المهدي سخي مع الخدامه،
ولكن في بعض المرات كيتحول الجن. عندك تقولي باللي راسي المهدي مساندك. ومن بعد مشينا لخدمتنا. شوية صيفط عليا السي فؤاد ومشيت خرجت عندو للصالة. كان كل شي مشى، بقى غير هذاك الحيوان ديال رضوان وخوه المهدي. شوية صيفط عليا السي فؤاد ومشيت عندو للصالة. قلت له اش حب الخاطر سيدي؟ قال داك الشي اللي وقع اليوم ما نبغيش نعاود نشوفه او لا نسمع شي حد شكا منك. يلا بغيت نهضر وما خلانيش. خرجت من عنده وانا الدموع في عيني ومشيت لغرفة الملابس، بدلت حوايجي وتميت هابطة ودموعي سايلين. قلت له اسمح لي يا سي المهدي، وهو يقول واللي شوفي قدامك راه مطعم هذا ماشي زريبة. حضرت راسي وخرجت برا غدا البلاكة ديال التويز والدموع تقول واش بغاو يحبسوا، والظلام والدنيا خاوية مع البرد وكل شي داخل الدار. حتى بانت ليا واحد الطوموبيل كتقرب حدايا جاية غاب شوية. وقفات الطوموبيل وهبط منها المهدي. بقيت مصدومة ما عرفت من دير. قرب عندي وقال انتي يا لالا اللي حاضرة راسك واللي جمعي لوازمك وحوايجك. قلت له كيفاش ما فهمتش؟ قال زايدها حتى بالتكليخة. ايوا هاكي بسطامك راه طاح من اللي كنتي هابطة. خديته من عندو وشكرتو وطلبت منو السماحة. ما جاوبنيش ومشارك في طوموبيلتو وغبر. ما بغاش تفهم ليا هاد السيد، مرة كيبان مزيان ومرة كيبان قاصح. المهم جا الطوبيس وركبت فيه ومشيت لدارنا. لقيت ماما مازال خدامة على الماكينة وخويا مسكين ناعس. بدلت حوايجي ومشيت جبت كتوبتي راجع شوية ومن بعد ضربتها بالعصا ونط الصباح وجدت الفطور لخويا. راجعت شوية وبدلت وخرجت شديت الطريق السونتر. بعد ما كملت الحصص اللي عندي خرجت من السونتر مع الوحدة ونص وشديت الطوبيس للخدمة. وغير وصلت بدلت ولقيت المطعم عامر. بديت الخدمة كنتنقل من طابلة لطابلة. المهم سي فؤاد كان كل مرة كيضرب طليلة كيشوف الخدمة كيف غادة. بقينا خدامين النهار كله وانا الماكلة ما جاتش في فمي. شربت غير شوية ديال الماء باش دوزت دوايا اللي كان مخرجو ليا الطبيب النفسي، حيت واخا دازت اعوام الا انني مازال متبعة عندو. كنت خدامة كنسربي واحد الطابلة حتى كنسمع صوت كينادي بسميتي. درت لقيتو نبيل اللي كان نعت ليا الخدمة. مشيت سلمت عليه وهدرت معاه ما كاملاش جوج دقيق. كنت كنحاول نشكره حيت ما بقيتش حليت الفايس من هذاك النهار فاش نعت ليا. واحد شويه كيبان ليا السي المهدي واقف وكيشوف فيا شي شوفات قاصحين. حضرت راسي وقلت لنبيل اعتقني. حضرت راسي وقلت نبيل اعتقني اطلب شنو بغيتي راه الباترون كيشوف فيا. نبيل دار دورة الخدارة شاف فيه وهو يضحك وقال لي واخا واخا وطلب داكشي اللي بغى ياكل. قلت له واخا. حضرت راسي ومشيت. عطيت الطلبية للشاف أشرف وخرجت عاود تاني من المطبخ للصالة باش نشوف الطلبيات الاخرين. دورت راسي اليمين واليسار وما بانش لي السي المهدي. بعد ما خديت الطلبيات ديال الناس لقيت الطلبية ديال نبيل وجدات. مشيت غدا نعطيها ليه وبديت كنحط له فوق الطاولة. وهو يقول لي عندك أمريم تنساي قرايتك، هاد الشي راه والو قدام مستقبلك، ما يغروكش الفلوس، فكري في المنصب اللي كنتي كتحلمي بيه. قلت له نبيل خويا غير كون هاني، انا راه العكس، هاد الخدمة هي اللي عطاتني قوة اكتر انني نكمل دراستي. هزيت راسي بعد ما حطيت طلبية باقي ما كملت الهضرة. احتبل لي السي المهدي حاضرين بلا ما نقول نبيل بسلامة. مشيت بعدت عليه وبعد ما ساليت الطلبيات وكنت غادا للمطبخ حتى كنحس بالدوخه وانا مقوي كيشد النصف الايسر من راسي. وتمشيت بخطوات تقال للمطبخ. وجهي صفار. شافني اشرف هذيك الحاله وطلب مني نمشي نرتاح وكلف بنت اخرى بخدمتي. رفضت نمشي وقلت لي غادا نمشي نطلع لغرفه الملابس نشرب الدواء وناخد 10 ديال الدقائق راحة ونجي. وداك شي نيت اللي درت وانا غادا طالعة في الدروج
وصلت للطابق الثاني حتى كنسمع لاسانسور طحن وشي واحد كيخطو خطوات. هاد الصوت ديال الخطوات ما غريبش عليك. شوية كنسمع الصوت، انتي يا اما تقابلي ليا التكركير مع الكليان يا اما تبقاي تدوري. لا لا، هادي راها خدمة وعندها قوانين ماشي سوق. انا السخفة شداني وقلبي مزير عليا وما بغيتش نبان ضعيفة، وهو بقى كيخاصم عليا. شوية ما حسيتش براسي حتى طحت. فقت لقيت راسي في المكتب ديال السي مهدي، حاط حدايا الماء وواقفة حداه صاحبتي اللي تعرفت عليها سناء. انا في هذيك الساعة كنت دايخة، نضت وبقيت كنشوف غير في سناء. وشاف فيا المهدي وقال كيف وليتي دابا شوية؟ كيسولو غير بزز مني، ما راضيش. جمعت الوقفة وقلت الحمد لله راه غير طونسيو هو اللي كيدير ليا هكا حيت باقا ما كليتش. قال المهم الا بغيتي تمشي غير سيري حتى الغدا. قلت لا انا صافي وليت لاباس. حضرت راسي ومشيت وتبعتني سناء قالت صاحبتي كون غير مشيتي لداركم حتى الغدا واجي، راه صحتك هي الاولى، شوفي راسك كي دايره راه فيكي السخفه. لا سناء انا غدا نمشي ناكل شويه وغدا نولي لاباس، راه غير مع ما كليتش وشربت الدواء على الجوع، راني فايت ليا واقع ليا هادشي، ما تخافيش عليا غدا نولي بخير. ومشيت للمطبخ عند الشيف اشرف وجابت ليا سناء الماكله. كليت وارتاحيت ونط عاوتاني للخدمه. ومن ذاك الوقت وانا واقفه نفس الشي من طبله لطبله حتى وصلت 8 ديال الليل، وهي تم داخله ديك سلعفانه البقوصه عاود تاني مع الرياء ومشادة مع المهدي. جلسوا في الطابلة، يلا غدا نمشي نشوف اش غيطلبوا. حتى حضر هداك الجلس عاود تاني ديال خوه، سلم عليهم وجلس كيدور في عيني. انا ملي شفتو رجعت للور، كنت غادة عند سناء باش تكلف بيهم حتى وقف عليا فؤاد وقال شوفي سيري شوفي الطلبية ديال هديك الطابلة. قلت له راه سناء اللي غدا تكلف بهم السي فؤاد. وهو يقول قلت لك سيري انتي. قلت واخا السي فؤاد. ومشيت على وعدي وسعدي، وقفت جنب الطابله وقدمت ليهم المنيو، وداك بنادم غير كيطلع ويهبط فيا. شوفاتو كانت كتخنقني، مصاب عليا غير امتى نحيد ما حداهم. قالت سليعفانه حبيبي مهدي انا بغيت ناكل على طوقك اليوم. قال واخا حبيبه، وتلفت عندي وقال سيري قولي للشيف اشرف الطبق الرمزي. بقيت بيني وبين راسي اشنو هاد الطبق عاوتاني، ما عمرني سمعته. ودرت عند هذاك الضيف وقلت سيدي اش حب الخاطر؟ قال انا باغي اليوم ناكل على طوقك. سليعفانه كتشوف فيه وكتضحك، اما المهدي دار فيا شي شوفات ما مفهومينش. قلت نعم سيدي نقدر نساعدك بتقديم اقتراحات. وبديت كنقول له داكشي اللي كاين في المنيو. قال داكشي اللي بغى. ومشيت لعند الشيف اشرف اعطيته الورقه اللي فيها الطلبيه ومشيت كملت خدمتي. كنت فين ما كنتحرك كنلقى هذاك الزيغ ديال حميد كيشوف فيا، اما المهدي يدور يدور ويبوس ايدين حسناء اللي ما عرفت ايش من علاقه كتربطهم. المهم دخلت المطبخ وهزيت الطلبيه وحطيتها ليهم، وحتى واحد ما قال شكرا من غير هذاك الجنس ديال حميد قال شكرا الزين. ومشيت كملت خدمتي. شويه شفت في الساعه بانت ليا 12. انا ريمونتي ماما كل راها مخلوعه عليا، والتليفون خليته في الصاك. كملت تجميع الطبله ومشيت كنجري، طلعت متجهة للغرفة وانا نتلاقى بالمهدي وحسناء كيتبادلوا القبل في الكوروا. رجعت بخطوة اللور ما قدرتش نكمل طريقي. يا لطيف قلة الأدب يدخلوا غير المكتب ويديروا اللي بغاو، دابا انا كيفاش غدا ندوز؟ مالو ما عارفش بلي الخدامة كيدوزوا من هنا؟ يا لطيف.
شوية وهو يوقف عليا حامد، كيضحك وقال مالكي واقفة هنا؟ ياك ما بغيتي نديرو بحالهم. حضرت راسي ومشيت للمطبخ ومشيت عند الشاف أشرف وطلبت من عنده التليفون باش نعيط لماما. أعطاني التليفون واتصلت بماما طمنتها ومشيت عند ثناء وعاودت لي هذاك الشي اللي جرى، وهي تقول عندك يا مريم هذاك راه هو حالو مع كاع البنات، عندك شي مره يغلبك بحلاوه اللسان وتعطيه راسك. سوليني انا عليها صاحبتي اللي شحال من عام وانا خدامه هنا، وهو يقاطعنا صوت السيفؤات. قال اش كديروا هنا؟ شافت سناء في الساعه وهي تقول يلا ها مريم الله يجعل البركه راه وقت الخروج دابا. صافي وحنا نخرجوا، ومشيت للدار وكنت عيانه ودغيا تلحيت ونعست. الصباح نفس الشي من السونتر للخدمة. بالحق اليوم مختلف، اليوم كاين عقد اجتماع، انا ما كان في خباري والو، حتى قالتها لي سناء باللي مع الربعة انا وياها وجوز ربعي اخرين والشاف اشرف مع شافات اخرين. بقيت كنخمم اميمتي ديالي اش هاد الاجتماع والتاني، ما وصلت هذيك الربعة حتى كنت غدا نموت. طلعنا للطابق الثاني انا وسناء والشاف المسؤول على ليكيب ديالنا، دخلنا للمكتب ديال السي المهدي وبانت لي ديك سلع فانا جالسه وكاين هذاك حميد وسي فؤاد دايرين بحال شي عصابه. واخيرا انطق هذاك قليل الادب قال جمعتكم اليوم غادي يكون حفل في الفيلا عندنا، وراني كلفت كل شاف بجوج سربايا، انتوما سته ديال لي شاف والماني غيعطيه لكم فؤاد، وانتوما نبغيكم تكونوا بازياء رسميه كلاسيكيه، وما تنساوش نبغي الحضور ديالكم مع السبعة ديال الصباح. بعد ما سالينا الاجتماع كل واحد مشى لخدمته، كنت غادة في جنب اشرف حتى كنسمع سميتي. درت وقفت وقلت ايش بغاو عندي عاوتاني، وهو يقول المهدي بقاي انت بغيناك مازال. قلت نعم سيدي اش حب الخاطر. خرج فؤاد وبقى غير المهدي وسلعفانة وحامد. قال المهدي جلسي. جلست وهو يقول المهم احنا بغيناك على قبل واحد الدور صغير. قلت له كيفاش دور؟ نقز حامد وقال بغيناك تلعبي الدور ديال خطيبتي. قلت اشنو؟ قال المهدي راكي سمعتي. وانا نقول وعلاش انا بالضبط؟ اعطى الله البنات اللي لعبوا الدور. قالت حسناء حبيبه انتي اللي غدا تلعبي الدور وفي مده 6 ديال السوايع فقط، وغدا تاخدي 10000 درهم. قلت كيفاش؟ نضت وقفت وقلت سمحوا لي انا ماشي من داك النوع اللي كيبيع راسو بجوج دريال، انا كندخل على دارنا خبيزه ديال الحلال. المهدي بقى كيشوف فيا وساكت وهو يقول صافي الا ما بغيتيش بلاش دوزي خدي حسابك والله يعرضك السلام، احنا دايرين معاك المزيان وقابلين عليك، ما عندك لا ديبلوم لا تجاري وزيدها بكثرة الغياب وصابرين عليك، وملي احتاجينا منك خدمة صغيرة درتي لينا فيها تهمة، احنا بغيناك غير تباني قدام الناس حيت البنت اللي كان خاطب تفارق معاها والعائلة حاضرة اليوم باش تشوف خطيبة خويا. ناضت حسناء وخرجتني من المكتب وداتني لمكتب آخر وهي تقول شوفي يا مريم انتي غير غدا تباني كخطيبة، اعتبريها مهمة كلفك بها الشاف ديالك، غدا تاخدي فيها الأجر ملي غدا تعتقينا من الإحراج ديال العائلة. بقيت كنفكر وانا نقول وقلت 10000 درهم غتحيد على ماما شلة كريديات، وقلت واخا موافقة ولكن ما يحطش عليا ايده واي حركة منه ما غاديش يعجبو الحال. ضحكات وقالت كوني هانية. بعد ما اتفقت معايا حسناء طلبت مني ندخل معها المكتب، دخلنا وهي تقول مريم راها وافقات بعد ما شرحت لها كل شيء، ودابا حنا غادي نمشي ونتقداو داكشي اللي خاصها، نتلاقاو في الليل باش نشرحوا ليها باقي المهمة.
مثلي هالمهدير زمادية الفلوس. وقال اتهلاو في ريوفكم. بقيت كنقول في خاطري يا لطيف، كون ما كنتش محتاجة لهاد الخدمة ولهاد الفلوس والله لا دخلت في هاد لافير ديال الكدو. ومشيت بدلت حويجي وهبطت الباركين. بقيت غير حالة فمي، اش منك يا حديد داكشي غير الوعر. ركبت فواحد الرونج حمراء وشدينا الطريق. الطريق كلها وانا كنتخايل راسي في المنصب اللي انا كنحلم بيه، وبشي حديده واعره كيف ما هادي. المهم وصلنا لواحد المتجر كبير، هبطنا ودخلنا لواحد المحل فيه غير لي غوب الواعرين. بقيت غير حاله فمي وبدات كتعزل وتقيس عليا. جمعت شي ثلاثه ديال لي غوب وهي تقول لي دخلي قيسيهم. دخلت وقيستهم، الصراحه عجبوني كلهم. وفي الاخر